هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. واليوم عدنا بانطباعات مانجا ون بيس والفصل 1113. وللامانه المراجعات تبع مانجا ون بيس قررت انها تكون على حسب اهميه الفصل وعلى حسب سعه الوقت، لانه يعني في بعض الفصول ما تتطلب تحليل ومراجعه بقدر ما انه تقراها وتاخذ سالفتين منها وتمشي. عموما يا جماعه، الفصل 1113 للامانه بقد ما كان في كميه تمطيط للمعلومات اللي داخله، كوننا ناس متعطشين جدا للمعلومات اللي نحتاجها في قصة ون بيس، إلا أنه للأمانة انتهى بعبارة قد تكون واحدة من أكثر العبارات رعبا، واللي ما قدرت أنا شخصيا أستوعب مدى خطورتها ومدى الرعب اللي ممكن تسببه إلا بعد فترة، لأني كنت متحمس كذا وأنا أقرأ الفصل إيش بيقول فيجا بانك، إيش هو السر اللي بيقوله فيجا بانك، ولما قال العالم سوف يغرق يقلع أم الصدمة، كنت أبغى أكثر، فاهمين؟ بس العالم سوف يغرق، هي ركزين معي، العالم سوف يغرق، الموضوع مش سبهلله، الموضوع خطير، وهذا بيبدا يخلينا نتكلم عن اشياء كثيره ونرجع للماضي والقرن المفقود وايش صار بمستخدمين الفواكه القدماء او ماي جاد يقلع ابليس. طبعا انا لما اتكلم الحين ترى يا جماعه للامانه ما في ولا اي تحليل من راسي، كل الاشياء اللي بقولها لكم الان قراتها في تويتر وبشاركها معاكم، وارسل لي اياها اخويا وحبيبي سعود. يعني واحده من الاشياء اللي بدت تفسر ليش معظم طاقم روجر او كلهم تقريبا ما هم مستخدمين فواكه، ليش طاقم شانكس ما هم مستخدمين فواكه، ليش يعرفون انه في مرحله ما الفواكه ما منها فايده، العالم سوف يتغطى بالمياه، ريلي يعرف يسبح ومدرك أم السباحة وكنا نطقطق يقلع أم الطفش اللي انت فيه، ليش تقعد تسبح طول حياتك؟ بيجي يوم من الأيام اللي ما يعرف يسبح بيأكل هواء، اللي ما عنده مكان مرتفع بيأكل هواء. طبعا طاقم تيتش يعني أول طاقم سوف يغرق ويأكل هواء لأنه كلهم ماكلين فواكه، يغرق العالم يغرقون معه وتنتهي قصتهم. لكن طاقم لوفي لا، عندنا فرصة أننا ننجو بعد غرق العالم، عندنا سانجي، عندنا جيمبي، أمورنا طيب، أمورنا طيب، عندنا ناس ما هم مستخدمين فواكه، فاللي مو مستخدمين الفواكه ينقذون مستخدمين الفواكه وتمشي الأمور. بس الآن شايفين المعلومات ذي كيف قاعدين نستوعبها؟ واحدة من الأشياء برضو اللي قريناها في تويتر إذا ما خاب ظني فهو رضوان، دكتور ناسي اسمه اللي كان في طاقم روجر، لابون حوله إلى سفينة، لابون تقدر تدخل جوه وتتكي ويتنقل فيك، كنا نطقطق ذا إيش الحوت التعبان ذا اللي كله من جوا مواصير، وكنا نقول طقطقة وهبدة، مستحيل تتحول بطن حوت إلى عالم تعيش فيه وتتنقل وفيه مواصير وأسلاك وكيابل، بس في عالم ون بيس قابل للتحقيق الشيء هذا، عادي إت ورك، ما كنا فاهمين إيش السالفة، الآن صرنا فاهمين، الكل قاعد يستعد للغرق، الكل قاعد يستعد لنهاية العالم عن طريق إغراقه. طب خلونا نرجع كمان شوي، خلونا ما نروح للووتر 7 لأنه كل التلميحات اللي ظهرت في الووتر 7 مرة واضحة إنه في ارتفاع لمنسوب المياه. سيبوانو خلاص عارفين في جدار مقفل وفي كمية مياه محصورة داخله، انتهى كل التفاصيل هذه صارت مرة واضحة. وانو في مرحلة ما دخلت فيها المياه وقفلوا الجدار عليها وخلاص نعرف دي المعلومات. ووتر 7 المدن اللي تحت غرقت وما بقي المدن اللي فوق واضحة، كلها كانت تلميحات لطوفان وارتفاع منسوب مياه قديم، بس ما حد ألقى لها بالا، يعني ما حد ألقى بال للكلام ميش عالم ون بيس كله مياه عادي تغرق عادي ترتفع منسوب المياه. بس تعال خلينا نشارك معاكم، سعود أخويا وحبيبي الله يعطيه الصحة والعافية أخذ لفة على كل الأركات في ون بيس، وهذه حلاوة ون بيس، كل ما تعيده كل ما تستكشف جماله وعظمة أسراره وعظمة كاتبه. سعود أخذ لفة على عالم ون بيس في الخريطة وبدأ يطلع أشياء، يعني أنا كنت بطلعها صراحة بس سعود اختصر عليها الله يعطيك العافية سعود، بدأ يطلع أشياء فعلا لها علاقة بالقرن المفقود وكيف أنه العالم في مرحلة ما انتهى غرق العالم ومات ربما كل مستخدمين الفواكه إلا من نجا منهم. فإيمو سما في مرحلة ما بتقعد تدمر المدن، تدمر الجزر المعادية، تدمر الجزر المتمردة، إذا مر الموضوع ها غرق أم العالم، وهنا تظهر فائدة الجراند لاين أو تظهر فائدة عفوا الريد لاين اللي موجود عليه مريجوا مرتفع، يغرق العالم ولا ما يغرق؟ وي ار فاين. سفينة نوح موجودة تحت عند البرمائيين، بس هل كانت هي تحت في الأصل ولا كانت فوق وبعدين غرقوها على أساس لو جاء اليوم المنشود اللي يغرق في العالم مرة ثانية يطلعونها البرمائيين للبشر وينقذون ما تبقى أو من ينجو منهم؟ ولكن سيبوا الكلام هذا كله، تعالوا ناخذ لفة على معظم الأركات ونشوف إيش التلميحات اللي كانت فيها. وأكرر أشكر سعود صراحة على الجهد اللي بذله معايا. ركزوا معايا في جزيرة الطبل، الصورة أهي قدامكم، فيها ست
جبال عالية. يعني حتى ما أدري إذا نصنفها جبال عالية أو نصنفها يعني ما هو واضح إنه تكوين طبيعي، ولكنها جبال عالية. خلونا نصنفها إنه إيش، مرتفعات عالية، هضبات عالية. حلو، مرة عالية. شوفوا سطح البحر وين، وشوفوا هي وين قممها. حلو، وكان في أحد القمم قصر دكتورينا. ليش الارتفاع العجيب هذا؟ إيش اللي يخلي إنسان يترك الأرض ويطلع إلى هذا الارتفاع الشاهق علشان يعيش فيه؟ إحنا ما نتكلم إنه دكتورينا لها علاقة، ولكن نتكلم إنه مين كان ساكن هنا قبل 800 سنة، قبل 900 سنة، وليش سكن في هذا المكان المرتفع؟ لأن الطوفان العظيم سبق وأن كان الناس خايفين منه. هو هل الطوفان العظيم هذا يحصل بواسطة إيمو سما، ويحصل كل كم سنة، أو يحصل كل كم 100 سنة؟ ما حد عارف، ولكن واضح إنه العالم يغرق كل فترة، إما بسبب تمرد الجزر أو بسبب إنه كذا زحف، الناس بدأت تكثر، المشاكل بدأت تكثر، أنا لازم أغرق العالم وأرجع أعيد بناؤه من جديد. كيف تعيد بناؤه من جديد؟ 800 سنة 900 سنة تقدر تسوي أشياء كثيرة، لأنه في النهاية في ناس لازم تنجو، ولكن المعظم راح يموت، والأغلب اللي هم مستخدمي الفواكه. فيا عالم، المباني أو الجبال الكبيرة هذه هل كانت موجودة قبل 900 سنة أو تم صناعتها بعد الفيضان الأول اللي حصل في عالم ون بيس، وبدأت الناس تأخذ حذرها إنه لازم نبني بيوت شاهقة وأماكن في أماكن مرتفعة؟ ويدنو هذا بالنسبة لي ايش؟ جزيرة الطبل. حلو، تعالوا على أرباست. أرباست صحراء يوجي تسوق امها. شوف يا حبيبي سعود، يقول لك شوف صورة واضحة جدا من أرباست قدامك، شوف ارتفاع القصر مقارنة بالجبل، شوف الدرج قديش علشان توصل لقصر أرباست. ليش مرتفع بهذا الارتفاع؟ كل شيء صاير تربط في بعضه يا جماعة. أوديز كوكينج، ليت هيم كوك. ما ودي اتفلسف كثير في أرباست، بس الصورة توضح الشيء الكثير. شوف ارتفاع الجبال، شوف بعد البيت عن الأرض، حرفيا قصر أرباستا الدي اللي هم فرع أرباستا فوق جبل. شوفوا هذا جبل درج، بوم القصر مرتفع. أي نعم مرتفع. يغرق وقت الطوفان؟ مستحيل يغرق، ممكن يغرق جزء بسيط منه اللي هو الجزء السفلي، بس الجزء العلوي no way. طيب ليش طوفان العظيم؟ طيب تعال على البقعة اللي أكبر منها، الإنيس لوبي مستحيل تغرق أصلا، ما في أمل إنها تغرق. أنا ماني عارف إيش القوة المغناطيسية والعوامل اللي مخليتها تطفو. إذا المعلومة دي ذكرت زمان في الأنمي ما أدري، بس ما شفت الحدث إلا مرة واحدة ولا حصلت الفرصة إني أعيده. ولكن بغض النظر عن هذا كله، مهما ارتفع منسوب المياه في الإنيس لوبي، لو تطالعوا في الصورة مهما ارتفع منسوب المياه، إنيس لوبي أكثر مكان آمن على وجه الكرة الأرضية بعد ماريجوا اللي هي مرتفعة في قمة الجبل. كنا مستغربين من المنظر، الموضوع مش بس علشان منظر، الموضوع إنه برضو ممكن بطريقة ما، وقبل سنوات طويلة في 900 سنة و 800 سنة، في شعب ما قرروا إنهم يحموا أنفسهم عن طريق إنهم يخلوا جزيرتهم عائمة في الهواء وتسقط من خلالها المياه في نفس الوقت، بحيث مهما ارتفع منسوب المياه ما راح يصير له هم شيء، المويه راح تطيح في الحفره. وين قاعده تروح المويه دي؟ قاعده يعاد تدويرها، نافوره. I don't know، بس اللي اعرف انهم صاروا ايش، بخير، وضعهم في السليم. وبعض النظريات تقول انه لولوشيا، فاكرين دمار لولوشيا؟ بعد لولوشيا يفترض انه هذا الاثر راح يكون موجود في لولوشيا كمان، هذا الاثر راح يكون موجود في لولوشيا. يعني ربما انه الان لو رجعنا لولوشيا ممكن اما نلاقيها اختفت بالفعل، خلاص ما لها وجود، او ممكن نلاقيها بنفس المنظر هذا تبع الإنيس لوبي. ما اعتقد انها مرجحة مرة، ولكن هذه احد النظريات برضو ليش اللي نقدر نشاركها. خلاص الكلام، اذا ما قدرت تروح ماريجوا وقت الطوفان العظيم، روح الى الإنيس لوبي، افضل فرصة. طيب تعالوا على جزيرة جوا، هي مش مرجحة 100%، ولكن في شيء نقدر نطالع منه. لو تطالعوا في الجزيرة، سيبوكم من البيوت اللي حوالين، سيبوا الجزيرة نفسها اللي هي الخضار، المنطقة الخضرة دي، ذول كلهم بيروحوا مع الطوفان الله يستر عليهم، جزيرة لوفي، جزيرة ايس، جزيرة دراغون وسابو، سيبوكم من الجزيرة دي الخضار. لا، نتكلم داخل الأسوار. داخل الأسوار هم مش بخير، السور ذا الصغير هذا مجرد تفرقة ما بين النبلاء والناس ضعاف الله، ولكن وسط السور هذا في جبل، شايفين الجبل هذا؟ وجوة الجبل في قلعة وسور، جوة السور في قلعة عالية، حرفيا هذه أكثر منطقة آمنة للنبلاء إنهم ينجون من الطوفان العظيم، وما دون ذلك سوف يغرق وينتهي تماما. كيف؟ هي كذا الحياة. أودا جالس يورينا أشياء لا نلقي لها بالا من بداية القصة، وبعدين يسوي لها تشيك تيك 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 تيك،
حتى تكتمل الصورة. يخرب بيت إبليسك يا أودا. خلصنا؟ لا لسه. تعال على أمازون ليلي. في أمازون ليلي للأمانة الصورة اللي أرسل ليها سعود تقريبا هذه أفضل صورة تشرح الوضع. حرفيا البيوت في أمازون ليلي معلقة في الجبال ومرة مرتفعة جدا وبعيدة عن سطح الأرض. ليش صار زي كذا؟ إيش اللي خلى معظم الجزر المهمة، ركز لي على كلمة الجزر المهمة في قصة ون بيس، دائم يكون فيها مكان مرتفع وكل ما تفكر فيه أكثر يعتبر ملجأ، ملجأ من ارتفاع منسوب المياه. ليش؟ ليش؟ الموضوع مرتبط تاريخيا في قصة ون بيس. العالم غرق أكثر من مرة يا جماعة، وأعتقد إنه أحد الأسرار اللي راح يكشفها فيجا بانك هي إنه قد تكون له يد في غرق العالم القادم. كيف؟ باختراعاته، بطريقته، بتفعيله لسلاح معين، بانه ايمو سما تبغى المذر فليم مو علشان الاسلحه دي اللي تدمر لوشيا، في سلاح اعظم واعظم راح يتلاعب في الكره الارضيه بحيث يخلي منسوب المياه يرتفع، او قوه شيطانيه لها علاقه بقوه البحر، الله اعلم. ولكن كل اللي نقدر نقوله انه في فتره ما العالم غرق. ولا اقدر استبعد اقول لكم انه حتى الجوي بوي ربما مات في ذاك الطوفان. كيف؟ ما ندري. لما تقول جوي بوي انت تتكلم عن شخصية قوية، شخصية مرحة، شخصية قادرة انها تتلاعب بكل شيء حوالينها بما يتماشى مع مخيلتها. ربما عشان كذا قاعدين يعتذروا منه. زونيشا قاعد يعتذر منه لانه زونيشا كان مخلوق قادر انه يمشي على الماء مهما ارتفع منسوب المياه، وكان عنده الفرصة انه ينقذ الجوي بوي وما قدر ينقذه، فربما كان هذا عقاب. زونيشا احد الامثلة اللي برضو راح نضربها. ليش زونيشا مرة عملاقة؟ مرة طويلة، هي فيل، بس ترى لو تشوف الصور زونيشا ترى سيقانها مرة طويلة، الفيلة هذيك مرة طويلة، كأنها وجدت لأجل أن تنجو من أي غرق يواجه هذا العالم. كيف؟ شلون؟ ازاي؟ ولكن اللي نقدر نستشفه بشكل واضح بعد معرفتنا عن موضوع الطوفان العظيم هذا، ترى زونيشا لها علاقة، وهيئتها وشكلها لها علاقة بالطوفان، ووجودها كان لسبب حماية الناس من الغرق. القصة جالسة تتربط في بعضها يا جماعة. الموضوع مش سهل. خلصنا؟ لا لسه. تعال معي على دريس روزا. شوف الصورة، هل الجزيرة هذه قابلة انها تغرق بسبب الطوفان العظيم؟ No way. شوف الارتفاع، شوف المسافة، شوف دريس روزا كيف محاطة بجبل سور طبيعي، كيف تغرق هذه؟ مستحيل. طيب مين شكلها بهذا الشكل علشان ما تغرق؟ الله أعلم، هذا أحد الأسرار اللي بنتظرها. طيب ترجع تقول في أشياء يا أخي شكلها غير طبيعي في الخريطة. يا أخي تعال طالع، تعال طالع في شكل خريطة ون بيس، تحسها مفصلة، تحس في شخص صنعها. حزام هادئ وريد لاين وجراند لاين وجزر متوزعة، حرفيا جزر موزعة كذا بشكل معين داخل الخريطة، كأنه في شخص وزعها بهذا الشكل مقصود علشان إيش؟ يخلي الموضوع كذا يخدم احتياجاته أو أي خطط مستقبلية له. طوفان عظيم، تدمير مدن، تدمير جزر، ايا كان. كيف فيه سلسلة جبال ملتفة حول الكرة الارضية؟ كيف؟ لا تقول لي انه هذا تشكيل طبيعي، مستحيل. ايا كان الريد لاين اللي فوقه ماريجوا، ترى هو من صنع بشري، مستحيل يكون موجود كذا منذ الازل. نيجي لمعلومة مهمة جدا، الجبل المعكوس. اذا الجبل المعكوس موجود من زمان وما قيد صار له شيء، كيف الناس تتكلم عن الاول بلو؟ وين الاول بلو؟ ما في اول بلو. خرافة؟ مستحيل. الناس ما بتخترع معلومة ما لها وجود، او ما لها على الأقل كذا ريحة من الماضي. أفضل مكان للأول بلو تقريبا يعني هو مكان تقريبا إيش؟ الجبل المعكوس، لأنه هناك تتقاطع البحار. طيب ليش الناس قالوا إنه في أول بلو؟ ليش سانجي حلمه الأول بلو؟ لأنه في ناس تكلمت عن الأول بلو، موجود الأول بلو، بس متى بيصير الأول بلو؟ لما يرتفع منسوب المياه يصير الأول بلو موجود، لأنه الجبل ممكن يغرق، ممكن ما يغرق، ممكن يتدمر ويصير في أول بلو. الأول بلو كان موجود somehow. هل الجبل المعكوس تم صناعته؟ هل الجبل المعكوس ما كان موجود أو كان عبارة عن جبل وبعدين بطريقة ما بتدخل بشري سووا التقاطعات ذيك اللي فيه؟ ما حد يقدر يجزم. ولكن الأول بلو أحد الأشياء اللي راح تظهر مع الطوفان العظيم. طب الطوفان العظيم هل بيصير؟ هل بيوقف لوفي؟ هل أصلا مهمة لوفي أن يوقفه؟ أو هل هو شيء حتمي صاير ما حد راح يقدر يوقفه؟ يعني إحنا أمام مفترق طرق، إما أنه يكون الطوفان العظيم هذا بيصير بسبب أنه في أحد يعني بيفعله عن طريق جهاز أو عن طريق قوة شيطانية، وكلنا شفنا القروسي كيف عندهم قوة شيطانية وغريبة ويعالم في مسوي مش مخبية لنا، أو أنه لا هو شيء حتمي، شيء كذا في الطبيعة، في طبيعة كوكب ون بيس كل كم سنة يصير الطوفان
الطوفان العظيم هذا، الله أعلم. ولكن الأغلب إنه ما راح أحد يقدر يوقف الطوفان العظيم، لازم تبدأ الناس في إيجاد الحلول إنهم ينجوا من الطوفان العظيم هذا قبل حدوثه. وهذا اللي قاعد يسويه فيجا بانك. العالم راح يغرق يا جماعة، دوروا لكم مكان مرتفع تعيشوا فيه، لأنه بعد فترة راح يغرق العالم. وهنا بتصير الفوضى الجديدة في عالم ون بيس، ويا عالم القصة إلين فين متجهة. عرفتوا ليش سكان ماريجوا، ليش النبلاء، ليش إيمو سما، ليش الجيروسي يعتبرون الناس اللي تحتهم مجرد حشرات، مجرد الناس لا قيمة لهم؟ لأنه العالم ملكهم حرفيا، ساكنين في أكثر مكان آمن في العالم، يأكلوا يشربوا وموفرين لأنفسهم أحلى حماية، أحلى أكل وعبيد وقلة حياة وفوضى، وباقي العالم تحتهم حرفيا في أي لحظة ممكن يغرقون. علشان كذا صار في كل جزيرة في مكان مرتفع، وأنا متأكد لو نروح ننبش في قصة ون بيس مرة ثانية راح نلاقي أماكن مرتفعة ثانية. صدقوني لو ننبش في القصة أكثر راح نكتشف أكثر وأكثر. ويا أودا إلى أين؟ إلى أين يا أودا؟ أنا ما أدري. الإمبل داون، هل الإمبل داون أصلا كان سجن يا جماعة؟ ولا كان ملجأ؟ وصول المياه له أصلا مستحيل لأنه هو جوة الموية أصلا. هل هو سجن في الأصل ولا كان ملجأ من الطوفان العظيم وبعدين تحول إلى سجن؟ صدقوني يا جماعة في أسرار قادمة راح يتم كشفها، بتكون حاجة خرافية أقسم بالله. شوف أكون صادق معاكم، أول ما قرأت الفصل العالم سوف يغرق زعلت، بس بعدين العالم سوف يغرق، العالم سوف يغرق، اي العالم سوف يغرق، انت مستوعبين؟ يغرق العدو الاول لمستخدمين الفواكه، المويه راح تصير في كل مكان، اذا ما نجوت بجلدك راح تموت غرقا، راح تموت. وشوف لك كميه مستخدمين الفواكه اللي راح يموتوا اذا ما كانوا يدرون عن ايش الطوفان العظيم هذا. وحطوا في بالكم اودا سرب لنا السر الاول، صدقوني في اسرار كثيره، الطوفان العظيم هذا احد الاسرار، في اسرار كثيره. يعني تخيل انه ايمو سما في مرحله ما تطفش، فقدت السيطره على العالم والتمرد صار في كل مكان، ما عندها ماذر فليم، ما عندها ايا كان، يجي الطوفان العظيم يسوي وايب للعالم. خلينا نقول مستحيل يقتلهم، مستحيل يقتل 100% من سكان العالم، خلينا نقول يقتل 50% من سكان العالم. كم في مستخدم فاكهه بيسقط، كم يحتاج العالم عشان يسوي ريكفري بعد الطوفان العظيم ويرجع يتمردون مره ثانيه؟ فهمتوا المبدا؟ الطوفان هذا زي البريك لحكومه العالم ولمريجوا، بريك من المشاكل. يجي الطوفان يشغل الناس بحياتهم، اللي غرق اللي يموت، اللي ينجو واللي ينجو بعد فتره طويله يقدر يرجع يعيش حياته الطبيعيه. يا عالم كم سنه تصير بعد الطوفان العظيم لين يبدا العالم يستعيد أو يسوي ريكفري ويتعالج ويرجع من جديد طبيعي؟ عالم ون بيس صراحة عالم رائع، عالم رائع. وبس كده يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. أنا عارف الفصل فيه أشياء كثيرة صارت، تدخلات الجيروسي، ضربة سانجي، أشياء كثيرة صراحة ما ودي أتطرق لها لأنها ما تعني لي الشيء الكثير حاليا، بقد ما إننا نبغى نفهم موضوع الطوفان العظيم وعلاقته بالقرن الفارق أو 900 سنة الماضية. الله يعطيكم العافية يا جماعة، هبلوا لايك واشترك في القناة لو ما كنت مشترك، فعل جرس التنبيهات، تعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وديسكورد وتويتش لو حاب تتابع معنا انطباعات وفصول مانجا ون بيس وأنميات ثانية، ترى عندنا بثوث بشكل شبه يومي. كان معكم الوجيه، شوفكم في الفيديو القادم.